ولا معذور حتى لو كان مفلسا. لو كان مفلسا عليه دين ومفلس ما معه يوفي الدين ورفعوا امره للشرطه والشرطه عم تلاحقه، اذا ذهب صلاه الجمعه ياخذونه الى الحبس. معذور تسقط عنه الجمعه والجماعه اذا كان مفلسا. اما اذا كان ظالما عنده مطل عليه دين ومطلوب للشرطه ومعه مال يوفي بس ما عنده مطل ما عم يوفي، هذا لا يجوز له ان يترك الجمعه. ذلك قيدوا المساله بالمفلس، قيد المسألة بالمفلس. الله يصلح الأحوال يا جماعة الخير. لك عليك دينك بسم الله خلاص منه. لك والله إذا علي شيء الحمد لله ما علي شيء. كان علي المهر شو سيدي، كل ما أروح على الحج أبا علي نكتب بوصية إنه مهر المرأة. بعدين شيخنا قالك لي الله ميسر لك يعطيها دخيلك يا رب يسر يسر، خلاص أخذته خلاص كفى الله المؤمن القتال، ارتاح القلب. الدين أثقل من جبل، لكن الناس ما عندها مبالاة. لك نسينا عباءة عند بلبنان، صلينا على وين منير الله يسر له شو سيدي، نسينا عباءة في سيارة بواحد بعتها لك، رجعنا من السفر دينا سافرنا بعد 6 أشهر ما وصلت العباية. الله يرحم أبو خير ببيلي سوانا شو سيدي صوف ظريفة، قال لي ما وصلت العباية؟ قلت له لا والله. قال لي والله بعت لك إياها. لك ما عم بعت لي مع فلان يا جماعة، لك شو العلم يا عم تقرأوه؟ لك دارس قالوا ومعه شهادة أزهرية، شفته والله بعد 5-6 أشهر بصالة. قال لي والله لك عندي عبايك بكل برادة هيك، تكفت ما تجيبها كنت انت فيها. وهذا الشيخ ماهي لك انا بدي اعطيه درس، انا عندي غيره وما بعازتها شتوية لا صيف ما بتلتبس، بس ترك ما تجيبها، ليش حاططها عندك 6 أشهر انت؟ والله عجيب هذا الكلام، هذا اللي ما بيصحب اهل الدين اهل الامانه يبتلى بهذا ايها الاحباب. وان تعلم واخر بعتين معه كمان امانه شو سيدي الثياب من اسطنبول كمان جوا، تركن عنده بالبيت مده والله شفته كمان طالب علم. قلت له لك الامانه وصلتكم هي بعتها فلان، قال ايه تكتب ما تودوها لصاحبها. لك عجب، دليل يا جماعة الخير، دليل انه هناك من يتعلم ولا يعمل. قال لك قبل قليل كنا نقرأ الشيخ ماهر عن الشعراني انه هذا يحجب عن الفهم، ليه؟ يتعلم ولا يعمل. هذا الذي يعمل كما ذكر الشعراء وان كان عاميا ربي يفهمه، ذكر الشعراء انه كان اشياء اشكالات فقهية يسأل عنها رجلا لا يعرف الالف من الباء يعطيه الجواب ويزيل عنه الاشكال، ويذهب الى شيخ الاسلام وشيخ زكريا ويلحقها شيخ زكريا في كتبه كلام العامي، ولا سيما شرح البخاري يلحقها بشرح البخاري بالصدق بالعمل. وهذا تعلم وما عمل، معمل قلب ما يفهم. شو اللي ساقنا للموضوع؟ ان المفلس معذور لكن هذا عنده ما يوفي الدين لكن مطل، هذا ظالم، هذا ما يجوز. قل والله انا ما حاب اروح بمسكون الشرطة، لا يجوز له ابدا. من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. عليك دين اجتهد، أنت اجتهد اجتهد بقضاء ربي يعينك، ربي يعينك أبدا. عليك دين ما بيجوز أنك تكفيك لمبة واحدة، ما بيجوز تشعل تنتين، لا تأكل فاكهة ولا لحم ولا تتوسع ولا أبدا. هكذا كان يقول شيخنا الذي عليه دين هكذا يصنع أبدا. وإن صنع هذا لعلي دين صنع أيها الأحباب، صار يوفر من هون وما أكل فاكهة وهو رب العزة والجلال يحنن عليه ويسامحوه بالدينات. أما البلية يا شيخ ما أروينا أنه هذا عليه دين، الدائن عم يطلع شو بدل السيارة تبعه وبدل المزرعة تبعه وراع الحج كمان نعم، بيقول له سامحه. لك ليش سامحه؟ قلت له ليكو بدل ما يعطيني مالي. واحد في الحريقة ذكر لي له على واحد من 20 سنة 600,000 ليرة سوري،
وذهب للحج مو حجة الإسلام شيخي، حجة نافلة، ربما يدفع رشاوي مشان يروح على الحج. بكل برادة حج ورجع، بعت له الشغيل تبعه قال له شو اسمه، قال له لمعلمك يسامحني، قال له الله لا يسامحك لا بالدنيا ولا بالآخرة، انت حجة الإسلام حاججة، وروح وفي أعطي الآن الناس أموالهم قبل أن تذهب إلى الحج. ما في خلط بديننا يا أحباب، هو بلاؤنا بالخلط الذي دخل، بلاؤنا بالخلط. ربما يستكثر من العبادات والأذكار ولكن خلاط. سيدي عمر بن عبد العزيز قال ليس ليس العبادة بالصيام والقيام والتخليط فيما بينهما، لا، العبادة والتقوى بإيه؟ فعل المأمورات واجتناب المنهيات، خلاص ولو كانت قليلة. قال له لا أزيد على ذلك. شو سيدي شو قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أفلح الأعرابي وأبيه إن صدق. النبي صلى الله عليه وسلم ما عم يحلف في أبيه، دير بالك أبا حفصة، لكن كلمة جرت على ألسنة قالها النبي عليه الصلاة والسلام، ما يقصد فيها اليمين، مثل ثكلتك أمك يا معاذ، كلمة تجري على ألسنة ما يدعو عليه، مثل قاتلك الله، العرب يستعمل هو عم يحكي له قاتلك الله لما صنعت هذا، ما يدعو عليه بأن يقاتله الله، كلمة جرت على ألسنة. نعم ايه بجرمي يقول لتلمذي لهم قاتلكم الله، ايه يعني ما يقصد في هذا. على كل حال اجتنابه احسن. نعم يا سيدي، الله يلهمنا السداد والصواب.